مس الخير عليكم يا حدار الهمة والشان. في عشية اليوم كما على بالكم كلامنا المتواضع واللي إن شاء الله ينال إعجابكم رايح يكون حول حياة ومسار وجه كبير وبارز في الأغنية الأصلية الجزائرية اللي خلى بصماته رغم عبور السنوات والأجيال. فضيلة زيرية اللي اسمها الحقاني فضيلة مداني زادت يوم 25 جوان 1917 في جنان بيت المال في مدام لافريك العاصمة ما بين عائلة محافظة. باباها كان اسمه مهدي بن عبد الرحمن ويماها في الطومة خلفاوي وختها الوحيدة قوسم وثلاثة اخرين من يماها برك. ملي كانت صغيرة وفضيلة مولوعة بالغناء وكان إعجابها بالشيخة يمنى بنت الحاج المهدي اللي كانت في ذاك الوقت في قمة مسارها الفني ما عنده حتى مثال ولا سومة. والدليل أنها عمرها فضيلة زيرية وهي صغيرة ما يفوتها الحضور في السهرات والحفلات اللي كانت الشيخة يمنى تحييها في العاصمة. كانت فضيلة معاونة كتير ماليها من الجانب المادي وهذا كان بفضل شهرتها العاصمية في الأغنية الأصيلة. تزوجت صغيرة مولا 13 سنة مع بطال مولا 30 اللي مرر لها حياتها. عمرها ما تفهمت مع زوجها وهذا اللي خلاها تهرب من الجزائر لباريس بفرنسا في 1935. وصلت حياتها الفنية والطرب بإحياء السهرات في المناطق اللي كانت تتركز فيها بالشدة الجالية الجزائرية. وفي سهرة من السهرات تعرفت على الفنان عبد الحميد عبابسة الله يرحمه اللي علمها بعض الشغالات العصرية باش تكون على الموضة وتنال إعجاب جمهور باريس. وكي رجعتها يماها للعاصمة قاد في الغناء والطرب جمهور العاصمة منساهاش وقعد وفي وصادق لفضيلة زيرية. بعد هذاك تم تشغيلها من طرف الحاج محفوظ اللي كان هو بالذات مستكلف بلو كافي دي سبور في لاغو بروس على باسكاسبا لإحياء السهرات الرمضانية في العاصمة. محي الدين باشطارزي قنحها باش تلتحق بالفرقة المسرحية ديالو واكتشف فيها موهبة كبيرة في مجال التمثيل وهذا اللي وصلوا يشجعها باش تشارك في الدورات الفنية اللي كان يواسيها عبر التراب الجزائري. وكان هذا بجانب أسماء بارزة في ذاك الوقت من أمثال كلثوم رشيد قسنطيني باش جراح محمد التوري وغيرهم. شاركت معهم كممثلة في مسرحيات عديدة مثل عثمان في الصين، دولة النساء، موني راجل وما ينفع غير الصح. مصطفى اسكندراني شارك مصطفى كشكول في الراي وأثروا هما الاثنين على فضيلة زيرية باش تتخصص في الأغنية العاصمية. دارت بخاطرهم وانضمت لفرقة مريم فكاي اللي كانت في ذاك الوقت في قمة النجاح والشهرة. تسجيلها الأول انقلب عراق من التراث الأندلسي بالصح في 1949 سجلت أسطوانة اللي نالت إعجاب الجزائريين ونجاح كبير. فيها كحل العين مدبل الشفر مال حبيبي مالو كلمات مصطفى كشكول وألحان مصطفى اسكندراني. أنا طويري كلمات محمد الحبيب حشلاف وألحان حداد الجيلالي. وباش يتجمعوا التبرعات لضحايا زلزال الأصنام نظموا حفل كبير الأوبيرا دو باري في سنة 1954. وحياة هاد السهرة مطربتنا الكبيرة فضيلة زيرية بجنب أسماء بارزة من أمثال كلثوم عويشات وغيرهم.
وفي سنة 1955 بدأت فضيلة تشارك في البرامج الإذاعية والتلفزيونية بأرض الوطن. الحياة الفنية ما منعتش فضيلة وخدها قسم باش يشاركوا في الثورة التحريرية الجزائرية، والمهمة ديالهم كانت جمع الأموال للمجاهدين، وهذا اللي خلى القوات الاستعمارية تحبسها في سجن السركاجي. وبعد ما خرجت من الحبس أسست الفرقة ديالها وقوسم معاها في الدربوكة، رينات داود الوهرانية في الكمانجا، وبنت خوها أسيا في البيانو. بعد الاستقلال صبحت فضيلة زيرية من أروع وأشهر مغنيات العاصمة والجزائر بكمالها. فضيلة زيرية كانت عندها شدة وحسن الذوق لا يوجد له مثيل. كي توقف فوق الخشبة قدها قد الملوك، زينها، حطتها، تبسيمتها، كلامها الزين، وحتى لبستها مواتيتها محرمة الفتول، البدرون والكراكو، وبلا ما ننساو نذكروا خيط الروح اللي كان بصمة من بصمات شدتها. وبهاد الصفات المميزة بقيت فضيلة زيرية إلى يومنا هذا تعبير حي للثقافة الأصيلة الجزائرية. توفيت فضيلة رحمها الله في يوم 6 أكتوبر 1970 واندفنت في جبانة القطار، وخلات تراث عظيم للثقافة والأغنية الجزائرية اللي لازم الأجيال الصاعدة تفتخر وتعتز به. الله يرحمها ويرحم جميع من ذكرنا ويجعل كلامنا خفيف عليهم.